يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم مهمة لأن كلامنا كله هيكون عن مباراة الغد الهامة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي في مشواره الأفريقي، وبالتحديد الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا للأهلي بطلها بكل تأكيد، وهيحاول من خلال هذه النسخة أن هو يحافظ على هذه البطولة الغالية ويوصل لبطولة رقم 10 في تاريخ بطولاته بدوري أبطال أفريقيا. فكلامنا كله هيكون مهم ومفصل عن مباراة الأهلي وسيمبا غدا هناك في تنزانيا، وتفاصيل كتير جدا هتكون معانا بخصوص هذه المباراة على مدار فقرات الحلقة المختلفة النهاردة. لكن مهم كمان تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقة. سؤال الحلقة: توقعات حضراتكم لمين اللاعب اللي هيحرز أهداف في مباراة الغد؟ بإذن الله تعالى الأهلي يوفق ويحرز أهداف ويطلع بنتيجة إيجابية. نتمنى طبعا أن هي تكون الفوز رغم صعوبة الفريق المنافس ورغم قوة المنافسة في البطولة بشكل عام. هناخد تواصل حضراتكم من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، تحديدا في الجزء الأخير من حلقة النهاردة. لكن البداية دايما بتكون بأهم العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الفريق الأول يختتم تدريباته لمواجهة سيمبا. الأهلي بالزي الأزرق في المباراة. أما في الترند العالمي: الأهلي يتفوق على بايرن والريال وبرشلونة في القرن 21. مباريات النهاردة مش كتير في مختلف الدوريات، نبتدي بالمباريات المحلية تحديدا. النهاردة في الدوري المصري سموحة مع المصري الساعة 7:30 مساء، دي في بطولة الدوري. أما في بطولة كاس مصر فكان في مباراة اتلعبت الساعة 2:30 وانتهت بفوز سيراميكا كليوباترا على غزل المحلة بنتيجة 2-0، وده كان في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة كاس مصر. مباريات اليوم كمان في الدوري الانجليزي هي مباراه وحيده ما بين برايتون وكريستال بالاس، ودي مباراه مؤجله هتلعب في تمام الساعه 10 مساء. الدوري الاسباني مباراه ايضا وحيده ما بين اوساسونا واشبيليه هتكون الساعه 10 بالليل برضو، والدوري الايطالي ايضا مباراه وحيده ما بين يوفنتوس وكروتوني دي هتكون الساعه 10 الا ربع. دي اهم وابرز المباريات في مختلف البطولات حول العالم. لكن التفاصيل كلها وكل ما يتعلق باخر اخبار النادي الاهلي هتكون معانا بس بعد الفاصل، استنوني. طيب، بطوله دوري ابطال افريقيا هي البطوله الاغلى والاهم بكل تاكيد لكل عناصر المنظومه الاهلاويه، سواء جماهير، مسؤولين، جهاز فني، لاعبين. بطوله مهمه ودايما التركيز بيكون عليها، لكن خلينا نتفق على امر ايضا واضح ومهم ومعروف، ان المنافسه دايما على البطوله دي بتبقى صعبه جدا. انت هتحاول تعمل كل اللي عليك عشان تقدر تحافظ على اللقب بتاعك بما انك بطل دوري ابطال افريقيا وافضل فريق في القاره الافريقيه، وبعد كمان ما وصلت كاس العالم وكسبت الميداليه البرونزيه او حققت الميداليه البرونزيه، فده امر مهم جدا. مواجهه بكره صعبه لعده اسباب. اول سبب انت هتلعب قدام 30,000 مشجع تقريبا يعني من جماهير سيمبا، فمتحمسين جدا، وكان واضح من التصريحات، واضح من الحسابات المختلفه ليهم على السوشيال ميديا، الحسابات الرسميه بتاعتهم كمان، وكلامهم عن المواجهه بشكل كبير جدا. كمان عنصر المناخ هيبقى صعب عليك شويه، الملعب جيد الى حد ما، لكن انت هتلعب الساعه 3 العصر او 4 عندهم يعني في عز الشمس، فانت مش متعود على كده. لكن كانت الميزه بالنسبه للنادي الاهلي ان هو سافر بدري شويه قبل المباراه تقريبا بثلاث اربع ايام، حاولت تتاقلم، بتتمرن في نفس ميعاد المباراه، كل دي امور تساعدك ان انت تخش الاجواء وتقدر تتعامل في المباراه مع هذا التوقيت الصعب بكل تاكيد. وعندنا خبرات سواء بخصوص اللاعبين خبرات كبيره جدا، وكمان بخصوص الجهاز الفني وبالتحديد مستر بيتسو موسيماني اللي عنده خبرات افريقيه كبيره، والدي دايما بترجح كفته وكفه الفرقه اللي بيقودها وبالتحديد النادي الاهلي. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه بكره، ان شاء الله نرجع بنتيجه ايجابيه، اقل تقدير تكون التعادل، بس ان شاء الله عندنا امال كبيره وطموحات كبيره ان الاهلي ان شاء الله يفرحنا بكره من خلال الفوز على سيمبا التنزاني عشان يوصل انطلاقته القويه بعد الفوز على المريخ بنتيجه 3-0 في اول مباراه في المجموعه في استاد القاهره. خليني اتكلم معاكم شويه على بعض الاحصائيات بخصوص مواجهات النادي الاهلي مع الانديه التنزانيه. الاهلي لعب حوالي 18 مباراه مع ابطال تنزانيا زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. 18 مباراه كانوا عباره عن 10 مباريات مع يانج افريكانز، 4 مباريات مع سيمبا، مباراتين مع بامبا،
ومباراتين مع فريق اسمه ماجي ماجي. الأهلي فاز في 11 مباراة من ال 18 وتعادل في 4 وخسر في 3 وجاب 36 هدف، وده معدل مميز جدا في 18 مباراة، واستقبل بس 7 أهداف في 18 مباراة، أيضا ده معدل جيد. فأرقام يعني تبشر، رغم أن هي مش مقياس بكل تأكيد يعني، لكن حاجات مبشرة وتديك دوافع إيجابية قبل هذه المواجهة القوية. خليني أتكلم معاكم كمان بخصوص بعض الأخبار اللي بتتعلق بالنادي الأهلي قبل 24 ساعة من انطلاق اللقاء، أو أقل كمان أقل من 24 ساعة. أول حاجة وده اللي اطمنا عليه بشكل رسمي، خلاص سلبية المسحة بشكل كامل لكل أفراد بعثة النادي الأهلي، جهاز فني، لاعبين، إداريين، إعلاميين، كله الحمد لله سليم تماما بعد ما أجروا المسحة امبارح، وتم التأكد من سلبية كل العينات الخاصة بأفراد البعثة. كمان بعد الاجتماع الفني اللي كان النهاردة اللي تم الاستقرار فيه على ان الاهلي هيلبس الزي الازرق بالكامل، في المقابل فريق سيمبا التنزاني هيلبس الزي الاحمر التقليدي بالنسبه له هو بشكل كامل، وده الزي الاساسي بالنسبه لهم بما انهم طبعا اصحاب الارض يعني بكل تاكيد. النهارده كمان مستر بيتسو موسيماني وايمن اشرف زاروا ملعب المباراه وتفقدوا الملعب ده على هامش المؤتمر الصحفي اللي كان ليهم النهارده، وكان ليهم تصريحات مهمه جدا اتكلموا فيها عن هذه المباراه، وهعرض لحضراتكم كل التصريحات الخاصه بيهم بعد شويه، ويعني انطباعات ايجابيه بشكل مبدئي على الملعب، ودي لقطات حصريه زي ما حضراتكم شايفين كده لارضيه الملعب وشكل المدرجات. الملعب طبعا اللي هيستضيف مباراه الغد ما بين الأهلي وسيمبا تنزاني، اسمه ملعب مكابا، ده بدار السلام عاصمة تنزانيا. يعني شكله ملعب كويس ولعبنا عليه قبل كده كتير سواء منتخبات أو أندية مصرية، ويعني ملعب جيد إن شاء الله. بس هو موضوع درجة الحرارة والجو وكلام من ده ورطوبة كمان عالية قوي قوي، دي عناصر من العناصر اللي ممكن يعني تعيق أو تبقى عائق أمام النادي الأهلي في هذه المباراة، لكن إن شاء الله عندنا خبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه الأمور. طيب في برنامج خاص للاعبي الاهلي للتاقلم مع الطقس، وده الجانب اللي انا كنت بتكلم فيه مع حضراتكم من شويه، وده البرنامج اللي اعده الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق، وهو خاص بكيفيه التعامل مع درجات الحراره سواء فيما يتعلق بمواعيد التدريبات، مواعيد كل الوجبات مثلا، كل الامور اللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي قبل هذه المباراه. وخلاص الاهلي النهارده انهى مرانه كمان الاخير والرئيسي واللي كان على استاد المباراه اللي هستضيف بكره الماتش. طيب كمان كمان في من ضمن الاخبار الدكتور احمد ابو عبله بيكشف موعد انتظام ناصر ماهر في التدريبات الجماعيه، ده امر بقى بعيد شويه عن الرحله نفسها، وناصر ماهر احد العناصر المميزه جدا جدا، وللاسف كان حظه سيء قبل كاس العالم بكام اسبوع كده، خلع في الكتف واصابه تكررت بالنسبه له، لكن عمل الجراحه اللازمه، يعني هيخش في التدريبات بشكل تدريجي، وبعد كده مع نهايه الاسبوع ان شاء الله يشارك في التدريبات الجماعيه مع الفريق ايضا بشكل تدريجي لحد ما يبقى جاهز بنسبه 100%. هو ليه برنامج موضوع بالنسبه له عشان يتم تاهيله بالشكل الامثل من الجانب البدني، ومن ثم المشاركه في التدريبات الجماعيه مع الفريق، ومن ثم كمان الجاهزيه التامه عشان يكون متاح لمستر بيتسو موسيماني. بالنسبه لصلاح محسن احنا عارفين ان كان عنده شد في العضله الاماميه، خلاص قرب بشكل كبير جدا، بينفذ المراحل الاخيره من العلاج الخاص بالتعافي من هذه الإصابة، وهيكون جاهز إن شاء الله خلال أيام قليلة للمشاركة في التدريبات الجماعية. أما بقى بالنسبة لوليد سليمان، وليد سليمان نجم كبير جدا ولاعب مميز قوي أكيد، وخبرات ولاعب عنده تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي، وكان غايب بسبب مزق في العضلة الخلفية، قدامه بالظبط حوالي 15 يوم بينفذ برضه البرنامج الاخير العلاجي بالنسبه له بخصوص التعافي من هذه الاصابه، وان شاء الله بشكل تدريجي يقدر يشارك في التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي عشان يبقى لائق للمشاركه في المباريات، وهو عنصر مهم جدا، عنصر خبره كمان بيعتمد عليه دايما مستر بيتسو موسيماني لما كان سليم طبعا وليد سليمان. نتمنى له العوده سريعا باذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد، خلينا نطمن بشكل اكبر على بعثه النادي الاهلي واخر الاستعدادات اللي بتتعلق بالفريق قبل مباراه الغد امام فريق سيمبا التنزاني. خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي والمرافق لبعثه الفريق هناك في تنزانيا على الهواء مباشره عشان نطمن من خلاله على كل ما يتعلق بفرقه النادي الاهلي. يا شريف اهلا بيك.
اهلا بيك زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي وجماهير النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شيف، طمنا بقى على كل الاجواء وكل الاخبار اللي بتتعلق بفرقتنا ان شاء الله قبل مباراه بكره، ومدى جاهزيه اللاعبين وكل الكواليس اللي عندك يا شيف، قول لنا. يمكن الاهلي بدا يومه النهارده في 9:30 صباحا بتوقيت تنزانيا، يمكن بوجبه الفطار، وكان في مؤتمر صحفي لمستر بيتسو موسيماني وكابتن الفريق تم اختار به النادي الاهلي صباح اليوم، وتوجه بالفعل مستر موسيماني وايمن اشرف والدكتور عمرو محب مترجم الفريق الى الاستاد المقام عليه مباراه، استاد بنجامين. يمكن المؤتمر كان في 10:30 ظهرا. يمكن موسيماني يعني بالخبرات الكبيرة جدا لي في أفريقيا رحب بالصحفيين التنزانيين بلغتهم، فعمل ود على طول في أول المؤتمر الصحفي، وتكلم عن قوة طبعا فريق تنزانيا واحترامه لقوة فريق تنزانيا، ولكن هو جاي تنزانيا عشان خاطر يفوز على فريق تنزانيا الكبير بعد مفاجأتهم الأولى طبعا، وفوزهم على فريق سيمبا التنزاني طبعا الكبير، بعد طبعا فوزهم على فريق فيتا كلاب الكونغولي في الكونغو. يمكن طبعا المؤتمر الصحفي كان ودود جدا، والراجل قبل بترحيب جدا واتكلم ووصف فريق سيمبا التنزاني بلاعب في وسط ملعبه في الفيرويد، يبدو ان مستر موسيماني مذاكر فريق سيمبا التنزاني كويس جدا جدا جدا. وبالفعل زميلي امير من الكواليس، يمكن في المطعم لو وجبه غداء او وجبه فطار تلاقي مستر بيتسو موسيماني والكابتن سامي قمصان وباقي الجهاز ومحلل الاداء على طول بيحللوا كل كبيره وصغيره لفريق سيمبا التنزاني، وبيتفرجوا على الكور الثابته، على الجمل التكتيكيه بتاعتهم، على نقاط القوه نقاط الضعف، وبعد ما بيتفرجوا عليها اكثر من مره بيبقى في المحاضرات الفنيه والنظريه بيتم مناقشتها مع اللاعبين. النهارده كان في محاضره بتوقيت تنزانيا الساعة 3:00 قبل التوجه إلى الملعب وأداء التمرين الرئيسي. يمكن استمرت المحاضرة حوالي 35 دقيقة. المسافة من فندق الإقامة إلى فندق إلى استاد بنجامين حوالي من 25 ل 28 دقيقة، في تكسير في بعض الشوارع فتعطلنا النهاردة في المران. فطبعا على طول رئيس البعثة الأستاذ محمد الضماطي كلم مع الكابتن سمير عادل طبعا ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ على يدونوا هذه الملحوظه في الاجتماع الفني اللي هيكون النهارده في 7:00 مساء، علشان خاطر طول الطريق والتكسير اللي موجود في الطريق، وهننزل طبعا بكره بدري باذن الله علشان خاطر نتفادى الزحمه، البلد زحمه جدا. التمرين بدأ في 4:00 بتوقيت تنزانيا، 3:00 بتوقيت القاهرة في نفس ميعاد المباراة، وحسنا فعل مستر بيتسو موسيماني عندما درب اللاعبين في الثانية ظهرا بتوقيت تنزانيا، فعلا كان عنده حق. الساعة 4 توقيت مختلف خالص، الجو كاسر خالص، مفيش حرارة، في حرارة طبعا بس مش بقوة الساعة 2 الظهر، فاللعيبة النهاردة أدوا تمرينة ولا أروع ولا أقوى، تمرينة قوية جدا جدا جدا. والنهاردة بيتسو موسيماني لخبط في التشكيل خالص عشان طبعا خاطر لو في ناس بتتفرج على التمرين الرئيسية. البث التلفزيوني النهاردة لاحظت في الاستاد حوالي 10 كاميرات في كل مكان في الملعب، يعني يبدو ان هيكون في نقل تلفزيوني رائع، مش هيبقى في نقل تلفزيوني وحش. 10 كاميرات هو عدد كبير جدا، كاميرا في كل مكان. فبكره باذن الله على موعد مع مشاهده او كل جماهير النادي الاهلي تطمئن، بكره هيكون التصوير التلفزيوني على اعلى مستوى من وضع الكاميرات في ملعب المباراه. النهارده مدير الكره تفقد طبعا غرف الملابس، الاستاذ محمد الضماطي كان حريص طبعا من اول اليوم يكون موجود في لوبي الفندق مع اللاعبين في كل كبيرة وصغيرة. معالي السفير محمد جابر أبو الوفا السكرتير التاني طبعا محمود خليفة على طول متواجدين مع البعثة في كل مكان، كانوا موجودين النهاردة في التمرين واتفرجوا على المران من أوله لآخره، ويمكن رجعوا مرة أخرى مع البعثة إلى الفندق. معك زميل أمير، عايز أسألك بخصوص أرضية الملعب، هل الأرضية كويسة النهاردة بعد ما الفريق اتمرن عليها؟ أرضية بحالة جيدة يعني ولا الأمور هتبقى أخبارها إيه؟ وعايز أسألك بالتحديد برضو عن الاجتماع الفني لسه هيكون بالليل، رغم تم الاعلان بشكل رسمي على الزي الخاص بالاهلي وفريق سيمبا في مباراه الغد، هل كان من خلال اختيار رسمي من قبل الكاف ولا ايه الامور بالظبط؟
الاجتماع الفني هيكون في السابعة طبعا مساء بتوقيت تنزانيا في فندق اللي بيقيم فيه المراقب. زي الزي بيتم اختار الاتحاد الافريقي من اول البطولة بالزي الاول والثاني والثالث، والاتحاد الافريقي بيبعت لك قبل المباراة بالزي اللي هترتديه، يعني الاتحاد الافريقي اللي بيختارك من الزي رقم واحد او اثنين او ثلاثة. فطبعا الزي هيكون الازرق. اما بالنسبة لخصوص ارضية ملعب المباراة، ارضية رائعة جدا كويسة جدا، الكرة سلسة عليها جدا باذن الله، باذن الله يكون لاعبي النادي الاهلي موفقين النهارده من التمرين، ما حدش اشتكى خالص من ارضيه الملعب، باذن الله ينفذوا جمل الراجل اللي حفظها لهم في تمرين امس واول امس، وباذن الله باذن الله باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. يا شيف انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطيه الوافيه وكل الاخبار اللي قلتها لنا بخصوص فرقتنا في تنزانيا وقبل مباراه الغد. بشكرك يا شيف شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل ومرافق قناه الاهلي لبعثه فريق النادي الاهلي هناك في تنزانيا، طمنا على كل التفاصيل اللي تتعلق بالأهلي قبل مباراة الغد. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل فقرات حلقة الترند، يلا بينا. طيب من ضمن الأخبار والأحداث المهمة جدا وهي بطولة الأمم الأفريقية تحت 21 سنة اللي بتقام هنا في مصر بالتحديد لشباب طبعا في المنتخبات المختلفة بمشاركة أربع منتخبات، مصر والمغرب والكاميرون والكونغو. مصر لعبت أول مباراة كسبت الكونغو 3-0، وهتلعب النهاردة أيضا مباراة مهمة جدا مع كاميرون الساعة 8 بالليل، وبيتلعب في هذه اللحظات مباراة الكونغو والمغرب، وفي الشوط الثاني تحديدا دلوقتي بتستكمل هذه المباراة، وأعتقد الكونغو كان متقدم على المغرب بفارق 3 نقاط. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي عشان نسأله على كل التفاصيل اللي تتعلق بهذه البطولة وبخصوص كمان المباراة اللي بتقام في هذه اللحظات. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز أمير هشام، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. أهلا بك يا كريم. عايزين نطمن على البطولة بشكل عام، التنظيم كمان وكل ما يتعلق بهذا الحدث الهام والمؤهل لكأس العالم بإذن الله. بالتاكيد طبعا يا امير، يعني يمكن زي ما كل جمهور النادي الاهلي متعود، التسليط فقط مش على كره القدم، لا في العاب جماعيه ويمكن في العاب فرديه كمان لها صولات وجولات كبيره جدا كالعاده. طبعا قناه النادي الاهلي بتغطي كواليس البطوله الافريقيه تحت 21 للكره الطائره رجال. يمكن طبعا انت عارف يا امير مجمع الصالات مش هنتكلم عليه كالاستاد القاهره، حاجه رائعه ومميزه جدا، تنظيم على اعلى مستوى كعاده طبعا كل التنظيمات اللي بتكون في مصر. كان سبق الكره الطائره كاس العالم لكره اليد في تنظيم اكتر من رائع وفي بطوله اكتر من رائعه، بناكد كمان على هذه البطوله، بطوله مميزه جدا. يمكن فيها اربع فرق مش بتشترك في هذه البطوله، لكن بطوله كبيره جدا في قيمتها، لان اللي هيكسب البطوله يا امير هيروح لكاس العالم، يمكن دي حاجه كبيره جدا وحاجه مهمه جدا، وده امر يعني اكيد طبعا ما بنشوف لعيبه النادي الاهلي متواجده كمان مع المنتخب الوطني. احنا عندنا 6 لاعبين امير في المنتخب الوطني للكره الطائره تحت 21 سنه، اذكرهم معاك طبعا واذكر كل جمهور النادي الاهلي بيه: عبد الرحمن الحسيني، انس شوقي، اياد ايهاب، مروان الصافي، ابراهيم رسلان، وعمر الشريف. يمكن طبعا دول لعيبه مميزه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، فاكيد اضافه لمنتخبنا الوطني. النهارده يمكن زي ما انت ذكرت زميلي امير متواجد فريق الكونغو وفريق المغرب في مباراه قويه جدا، لكن الاغلبيه للكونغو، لان يمكن الكونغو فرق مميزه جدا، وكمان المغرب يمكن من خلال سؤالنا واسئلتنا عن الاستعداد الخاص بالمغرب، الكورونا يمكن اثرت عليهم بشكل كبير جدا، توقف النشاط اثر عليهم بشكل كبير جدا لهذه المباراه وهذه البطوله بشكل عام. يمكن زي ما بقول لك طبعا كل الاجواء هنا مميزه جدا، كل الاجواء بالنسبه للتغطيه الخاصه بالبطوله بشكل عام، سواء الدكتور سامي حمدي رئيس الاتحاد المصري متواجد، ايضا كمان رئيس الاتحاد الافريقي المغربي بشرى طبعا متواجده بتحضر كمان مباراه اليوم، وهتحضر ان شاء الله مباراه مصر القادمه، وايضا كمان هي مباراه نهائي مبكر، لان احنا عارفين طبعا الكاميرون كسب اول مباراه بنتيجه 3-0، يكون نهائي مبكر كبير جدا لمصر ان شاء الله، اللي يحسم هذه المباراه يقدر مباشره يكون عنده مباراه تحصيل حاصل يوم الاربعاء مع المغرب. منتخب مصر هيكون يوم الاربعاء على ميعاد مع المباراه الخاصه بمباراه المغرب، يعني ان شاء الله تكون اغلبيتنا اعلى في هذه المباراه، لكن ان شاء الله النهارده يحسم منتخبنا الوطني تحت قياده كابتن هاني عبد الحميد طبعا المدير الفني لمنتخبنا الوطني هذه المباراه. مباراه صعبه ومباراه جيده، لكن املنا كبير جدا في كل لعيبتنا، عندنا عناصر مميزه، التخطيط والتجهيز كان مميز جدا لمنتخبنا الوطني، ان شاء الله باذن الله نكون في الميعاد ويكون لعيبتنا كلها في الميعاد، ويقدر منتخبنا الوطني يحقق الفوز النهارده ويحقق فوز يوم الاربعاء ويصعد ان شاء الله لكاس العالم للانديه. عايز اذكر بس يا امير
الاخير حاجه سريعه جدا. يمكن المنتخب ده هو حاصل على رابع العالم في البطوله الاخيره اللي كانت في تونس، فيا رب ان شاء الله باذن الله يتخطى هذه البطوله ويكون ليه ترتيب كمان في بطوله العالم للانديه القادمه ان شاء الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. بطوله كاس العالم للمنتخبات ان شاء الله مصر تكون يعني من ضمن او احد المنتخبات اللي تتاهل لهذه البطوله. هم اثنين اللي هيصعدوا من البطوله اللي بتقام حاليا في مصر بحضور طبعا منتخبنا الوطني للشباب للكره الطايره والمغرب والكونغو والكاميرون. مباراه اليوم غايه في الاهميه وهي اللي هتحسم باذن الله الصعود ما بين مصر والكاميرون، دي هتكون الساعه 8 ان شاء الله منتخبنا يكون موفق في هذه المباراه. هروح لفاصل بسرعه وبعد الفاصل ناخد اخر فقرات حلقتنا النهارده من الترند. يلا بينا ترند الاهلي، واكيد الحديث فيه مستمر عن مباراه الغد امام سيمبا التنزاني. نشوف ايه اخر الاخبار، وبرده ده خبر من ضمن الاخبار مهمه قوي يعني، وبخلاف مباراه بكره يعني. ده من خلال حساب جلوب سوكر على تويتر، واللي بيتكلم على ان الاهلي بيتصدر قائمه الانديه الاكثر حصولا على الالقاب في القرن الواحد والعشرين بكام لقب. زي ما حضراتكم شايفين كده الاهلي 45 لقب، بعدين بايرن ب 44 لقب بعد ما فازوا بكاس العالم يعني. وبعد كده بيجي عدد بقى من الانديه والاسماء الكبيره جدا يعني في اوروبا وفي امريكا. يعني مثلا عندك بورتو البرتغالي في القرن 21 حتى الان حقق 35 بطوله، برشلونه 34، سيلتيك 34، يعني في انديه ريال مدريد 30، باريس سان جيرمان 30. الاهلي بيتصدر كل هذه الانديه في القائمه دي، والاهلي بيقترب بشكل كبير جدا من حسم لقب القرن الافريقي كمان ان شاء الله مع السنوات القليله المقبله يكون حسم بشكل كبير جدا هذا اللقب باذن الله. طيب من ضمن كمان الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي، وحساب سيمبا التنزاني على تويتر نشروا تصميم جديد اخر للمباراة، وكتبوا قادتنا جاهزون للمباراة أمام الأهلي، هذه مباراة تجمع أبطال تنزانيا وأبطال مصر، لا تفهمونا خطأ. هم قصدهم هنا أو في إشارة يعني للتصميم اللي كانوا عملوه امبارح ونزل بخصوص إن هي مباراة حرب وكلام من ده، وما عايزين يوضحوا يعني إن هم يعني كده بيحفزوا لاعبتهم. ما فيش مشكلة خالص، كل الأمور دي بناخدها بالشكل الإيجابي، والأهلي بيحب التحديات الكبيرة والتحديات القوية اللي زي دي إن شاء الله يتعامل معاها بالشكل الأمثل. اليوم السابع عاملين يعني تحليل كده، وبيتكلموا على إن خمس نجوم بيراهن عليهم الأهلي في مباراة سيمبا لصناعة الفرق، وهنا تطرقوا لمحمد الشناوي. محمد الشناوي طبعا مش محتاج ان احنا نتكلم خالص عليه، وعلى مستواه ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه ويستمر بهذا المستوى وهذا التألق المميز. تطرقوا كمان لبدر بنون احد العناصر المهمه، وهي دي صفقات السوبر بصراحه، ان انت تجيب لعيب يخش في التشكيل الاساسي تحس بالفرق اللي هو بيعمله، رغم طبعا ان احنا عندنا لاعبين مميزين جدا في خط الدفاع، لكن بدر بنون اضاف كتير جدا لمنظومه الاهلي الدفاعيه في مختلف المباريات. كمان بيتكلموا على عمرو السوليه وشخصية عمرو السولية. ممكن عمرو في بعض المباريات أو بالتحديد بعد ما رجع من الإصابة الأخيرة مستوى الفني مش هو عمرو السولية، مع الوقت هيجي، ده طبيعي أي حد بيرجع من الإصابات يعني بياخد وقت عشان يخش في الفورمة بتاعته اللي كان عليها. لكن المهم في عمرو السولية والحاجة اللي بتميزه جدا هي شخصيته في الملعب، حتى لو مستواه لسه بيستعيده تدريجيا، لكن الشخصيه بتاعته في المباريات الكبيره بتبقى موجوده حاضره بمنتهى القوه، فبالتالي بترجح كفه النادي الاهلي في كل الاحوال. عمرو السوليه لعيب كبير قوي قوي يعني. محمد هاني كمان لاعب مستواه مميز، شفناه في كاس العالم للانديه بيتالق وقدم بطوله جيده جدا، واحد الركائز الاساسيه بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني برضو المصري، او عفوا اليوم السابع اتكلموا عنه بشكل ايجابي. واخيرا كمان بيتكلموا على ثقه موسيماني في قفشه. قفشه طبعا نجم كبير ولاعب مميز جدا، ليه دور كبير في مختلف الانتصارات الخاصه بالنادي الاهلي. ان شاء الله الخماسي يرجح كافه النادي الاهلي، مش هم بس كمان بقيه الفرقه في المباراه، وحسب التشكيله هيختاروا مستر بيتسو موسيماني يكونوا مميزين ويكونوا في يومهم باذن الله. خلينا نروح لخبر اخر، وهنا بيتكلموا على احصائيه مهمه جدا من المصري اليوم، وبيقولوا ان 12 انتصارا خارجيا للاهلي في مجموعات دوري ابطال افريقيا. هم بيتكلموا هنا بخصوص دور المجموعات تحديدا،
فالدور المجموعات انت قدرت ان انت تحقق 12 انتصار خارج ارضك فقط في مدار تاريخ النادي الاهلي في دور المجموعات بطوله دوري ابطال افريقيا. بيرصدوا بعض المباريات المهمه والتاريخيه في الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي. اول انتصار للنادي الاهلي خارج ارضه في دور المجموعات كان في عام 99، وفاز الاهلي على شوتينج ستارز النيجيري بنتيجه 3-2. بعد كده انتصار قوي ومهم بالنسبه للنادي الاهلي في مشواره في دور المجموعات كان على حساب بيترو اتلتيكو الانجولي بنتيجه 3-1. فاكرين المباراه دي؟ كانت مباراه مهمه جدا، الاهلي فاز 3-1 وكان بيلعب في بيترو اتلتيكو في التوقيت ده جيلبرتو وفلافيو، وبعد البطوله دي انضموا للنادي الاهلي. 2001 الاهلي فاز فوز كان مهم جدا، فاكر المباراه دي كويس قوي، امام فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجه 1-0 بهدف كان ممتاز في الحقيقه لابراهيم سعيد لاعب النادي الاهلي السابق، كان من خارج منطقه الجزاء تصويبه قويه جدا. كمان الاهلي فاز في اخر نسختين وسط انصار على حامل اللقب انيمبا النيجيري، كان ساعتها ده في 2004 على ما اعتقد، كان ساعتها انيمبا بطل دوري ابطال افريقيا مرتين ورا بعض، الاهلي فاز وكان هدف ابو تريكه على ما اتذكر 1-2 كانت حلوه قوي مع عماد متعب، او عماد متعب هو اللي جاب الجول مش ابو تريكه، كانت 1-2 كويسه جدا ما بين الاثنين لعيبه كبار جدا في تاريخ النادي الاهلي زي ابو تريكه ومتعب. الاهلي كمان حسم مباراته امام اسك موموزا الافواري بنتيجه 1-0 ده في 2007 بدور المجموعات، كان هدف فلافيو، يعني عدد كبير جدا من اللقاءات المميزه والمهمه اللي الاهلي قدر ان هو يفوز بيها خارج ملعبه. اللي بيميز كمان الاهلي المره دي ان مستر بيتسو موسيماني ارقامه جيده جدا لما بيلعب في الجوله الثانيه خارج ملعبه مع الانديه اللي قادها في دوري ابطال افريقيا بالتحديد سان داونز، تالق معاهم لعب 5 ماتشات كسب 3 وتعادل 2، ده امر مميز جدا وده ايضا دافع ايجابي وامر ايجابي قبل مباراه الغد. ده بخصوص اخبار الاهلي. خلينا كمان ناخد تفاعل حضراتكم بخصوص اللاعب اللي تتوقعه يحرز هدف ان شاء الله في مباراه الغد، وبعد تواصلكم معانا من خلال حسابات القناه المختلفه على السوشيال ميديا. نبتدي بالسعيد مراد قال افشه ان شاء الله هيجيب جول. احمد محمود الرشواني قال اتمنى يسجل بواليا وكهربا، اتمنى الاثنين ماشيين بشكل جيد واحرزوا وسجلوا في المباراه الاخيره امام المريخ. مريم علي قالت حمدي فتحي او اليو ديانج بتسديده من بره المنطقه ماشي. ابو شهاب قال القاضيه ممكن افشه، نتمنى ان شاء الله افشه يكون موفق وكل الفريق يكون موفق. شروق اشرف كمان قالت كهربا وبواليا ان شاء الله، ورنا احمد كمان قالت كهربا واجايي ان شاء الله. واخر حاجه معانا ناخد حسام ناصر بيتوقع ان 2-0 للاهلي والتر بواليا وجونيور اجايي، واحمد السيد كمان بيتوقع والتر بواليا وقفشه واجايي وكهربا، يعني نكسب 4 يا ريت تبقى نتيجه طبعا كبيره ومميزه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. قبل ما نختم ان شاء الله المباراه بكره في تمام الساعه 3 عصرا بتوقيت القاهره، مباراه مهمه قوي نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي ويرجع بنتيجه ايجابيه، ويا رب يكون انتصار مميز بالنسبه للنادي الاهلي عشان يواصل انطلاقته المميزه في دور المجموعات بطوله دوري ابطال افريقيا سعيا نحو الحفاظ على هذا اللقب الغالي والهام بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا من الترند النهارده، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج ان شاء الله. الى اللقاء.